هذه عودة مشاهدينا الكرام. نستقبل أول اتصال أكيد مع الأستاذ مؤيد كوجر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني. يسعد صباحك أستاذ. أهلا وسهلا بكم وبقناتكم الموقرة. العفو صوت كلش مو واضح أستاذ. تهانيك أستاذ، تحب تهني أكيد. العفو. أي نعم. ستشوفه. أهلا أستاذ، تسمون صوتي؟ أي نعم واضح واضح. بالنسبة شكرا لقناتكم الموقرة وإلى تسمعوا إلى جمهوركم. نعم. بالنسبة للانتخابات اللي جرت الأحد الماضي بمشاركة كبيرة واللي تفرق عن باقي الانتخابات اللي جرت من سنة 1992 وإلى نعم. الآن، وكان لها تأثيرها الداخلي والخارجي، ونعرف أن العسل الانتخابي هو عمل مجتمعي أكثر ما يكون عمل مؤسساتي من خلال المفوضية العالية المستقلة ومن خلال الحكومة الإقليم ومن خلال الحكومة الاتحادية المسؤولة عن الانتخابات. وكانت المشاركة قوية من ناحية حرية المصوتين على الانتخابات وعمل المؤسسات الموجودة، ودائما كان الحزب الديمقراطي الكردستاني هو الفائز الأول لجمهوره الكبير الموجود في الساحة السياسية ومشاركة. وهذه الانتخابات كان لها تأثير واضح وصداها الواسع في على مستوى إقليميا أو دوليا من خلال المتابعة في العملية الانتخابية والنتائج التي ظهرت بها، وهذا يعتمد على نجاح العملية السياسية في حكومة الإقليم ومشاركة حتى الأحزاب التي كانت معارضة لإداء الحكومة، وهذا نوع من الديمقراطية والحرية الموجودة في عموم الإقليم والتي أدت إلى نجاح العملية الانتخابية في الإقليم كردستان. مثل ما نعرف أن إقليم كردستان هو إقليم فتي بالنسبة للعملية السياسية أو العملية الديمقراطية الموجودة فيها، وهذا يحسب له حساب النجاح والوصول إلى المستوى المطلوب. نعم. ونهني الحزب الديمقراطي الكردستاني بنتائج انتخابات حصل على 40 مقعد، ودائما الحزب الديمقراطي الكردستاني نعم. ماد يده في مع كل الأحزاب بغض الخلاف إن كان موجود أو ما موجود من أجل إنجاح العملية الديمقراطية في إقليم كردستان، وهذا ما نراه خلال مدة أكثر من 30 عاما في العملية التي جرت هناك. نعم، شكرا جزيلا ومبارك لكم هذا الفوز أستاذ مؤيد. مبارك.